ومعنا عبر سكايب السيد تيسير سليمان المحلل السياسي الفلسطيني. مرحبا بك سيد تيسير. إذن أيام تفصلنا، حياكم الله، أيام تفصلنا عن نقل السفارة الأمريكية إلى القدس. كيف هي الأوضاع بداية داخل الأراضي المحتلة؟ بالبداية أخي تحية لكم ولقناتكم الكريمة على هذه الإطلالة على هذا الموضوع المهم. حقيقة أن الجانب أو الاحتلال الإسرائيلي بتحريض لسنوات ضد الفلسطينيين استطاع أن يقنع الإدارة الأمريكية أن تنتقل من مرحلة تزويده بالسلاح وتزويده بالصواريخ والطائرات لضرب الشعب الفلسطيني إلى الجانب السياسي بثقل أكثر. والأمر الآخر أن بعض الفلسطينيين لسنوات طويلة كانوا يعتقدوا أن الولايات المتحدة والمنظومة الأوروبية هي تقف وسيط بينهم وبين الاحتلال الإسرائيلي. بهذه الخطوة كشف المستور أن الاحتلال والولايات المتحدة هم من جانب واحد، وهذا ما ساعدنا نحن الفلسطينيين أن نفهم الصورة بشكل واضح أن الأمريكان والإسرائيليين يعملون ضدنا بشكل واضح. أما بخصوص سؤالك بما يتعلق الاستعداد لهذا الموضوع، حقيقة لا نجد أي قرار مرفوض فلسطينيا وعربيا وإسلاميا مثل هذا القرار. وأكبر دليل أن ما أجمل عليه الأمم المتحدة أن هذا القرار مرفوض وإن كان قامت به دولة من الدول العظمى. اعتقالات الصهاينة متصاعدة في هذه المدة وحتى وصلت إلى وسائل التواصل الاجتماعي وتكميم الأفواه، هل ستستطيع عرقلة الحراك الشعبي الفلسطيني هذه الإجراءات؟ حقيقة أخي الاحتلال الإسرائيلي ومنذ أكثر من عامين يقوم بعدة اعتقالات يوميا. نحن رصدنا أكثر من 30 إلى 40 اعتقال يومي، أي ما يعدل 1000 أسير شهري. وحقيقة عدد الأسر الفلسطيني الآن 7000 أسير فلسطيني، يزيد وينقص العدد بسبب الاعتقالات والإفراجات. أما سياسة الاعتقال، نعم أصبحت هناك شروط أكثر للاعتقال وأكثر مهاجم. مثلا إذا نشرت تغريدة على تويتر أو تغريدة أو بوست في الفيسبوك أنت متهم ومحرض. إذا رفعت مادة فيديو أنت قد تتعرض للاعتقال. وقد رأينا أن بعض المحاكم حكمت على بعض شباب من مدينة القدس بالحكم بتهمة التحريض لمدة 6 أشهر وثمانية أشهر وسنة بتهم أنه نشر بعض مواد تحريض. هناك محاولة لاعتقال أكبر عدد ممكن من المعتقلين الفلسطينيين من أجل تخفيف مرحلة الاصطدام مع الاحتلال بعد قرار ترامب بنقل السفارة إلى القدس. حسب متابعتك سيد تيسير، كيف تجرى الاستعدادات لمسيرات العودة الكبرى المقررة في يومي الاثنين والثلاثاء المقبلين؟ حقيقة أخي موضوع المسيرات ومخيمات العودة على حدودنا في أراضينا المحتلة وأراضي قطاع غزة هي كانت فكرة ذكية من القائمين عليها، وهي فكرة إعادة الكرة إلى ملعب الاحتلال. الاحتلال بمرور 70 عام على قيامه وعلى النكبة الفلسطينية وعلى قتل الفلسطينيين اعتقد أن الكبار يموتون وأن الصغار ينسون. جاءت هذه المسيرة لتركز أن الكبار يورثون الصغار أنهم لن ينسوا ولن ينسوا، وجاءت لتقول للعالم أنها قطاع غزة المحرر الذي حررته المقاومة إسرائيل تضغط عليه ومن يساندها يضغط عليه من أجل كسر وسحب سلاح المقاومة. المقاومة الفلسطينية بالشعب الفلسطيني على الحدود الفلسطينية الفلسطينية ضد الاحتلال الإسرائيلي تقول لكم أن سوف نستمر بمطالبة ليس في رفع الحصار عن قطاع غزة وهذا حقنا، وليس بإبقاء السلاح بيد المقاومة وهذا حقها، وإنما نطالب بتحرير أراضينا المحتلة عام 48 وبعد مرور 70 عام على الاحتلال لا شرعية للاحتلال على الأرض. شكرا جزيلا لك عبر سكايب من اسطنبول سيد تيسير سليمان محلل سياسي فلسطيني.